أعزائي المشاهدين، أنا وياكم اليوم علشان نختار لكم حق طول شهر رمضان كل المأكولات اللي بنستخدمها، بهارات، بنستخدم لحوم، بنستخدم مكسرات. أنا بدور وياكم اليوم من مكان لمكان علشان أحضر لكم التجهيزات اللي دايماً إحنا نحضرها في شهر رمضان، فتابعوني، تعالوا معاي، يلا نشوف شنو اللي بنحضره اليوم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سفرة رمضان، وإن شاء الله تستمتعون معنا في هذه الحلقة. اليوم أنتقل وياكم إلى المطبخ الكويتي. في بعض الشغلات في المطبخ الكويتي صراحة يعني طبخاتهم كثير حلوة وتعجبني، فاخترت لكم طبقين من المطبخ الكويتي اللي هو بيكون كبة الماش والمربين، وإن شاء الله بتعجبكم أطباقنا هذيل الثنتين، بالإضافة إلى طبعا طبق الحلو بيكون السويس رول أو الكيكة الأسطوانية. طبعا إحنا بنبدأ معاكم في أول طبق اللي هو بيكون كبة الماش، بشوفون مقاديرها على الشاشة، وأيضا أنا أثناء ما أنا أطبخ بقول لكم المقادير. كبة الماش، مقادير الكبة: كوبين من الأرز المسلوق، كوب واحد ماش، عدس أخضر صغير، ملعقتين من النشا، ملعقة صغيرة لكل من كمون، كزبرة بودرة، نصف ملعقة صغيرة لكل من حلوة، فلفل أحمر بودرة، واحد ونصف ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود وقرفة، نصف كوب زبيب. حشوة الكبة: بصل كبير مفروم عدد واحد، كوب واحد من العدس البني المسلوق، ملعقتين من دبس الرمان، ملعقتين من الكزبرة الطازجة، ثلاث ملاعق زيت، نصف ملعقة صغيرة لكل من قرفة، فلفل أحمر بودرة، كمون، كزبرة وفلفل أحمر حلو وملح. إذن الحين بنبتدي في أول طبق من أطباقنا اليوم اللي هو بيكون كبة الماش. كبة الماش مقاديرها عندنا كوبين رز يكون مسلوق بس نص صلق، وعندنا الماش الأخضر هذا أيضا كوب واحد ويكون مسلوق أيضا نص استوى، عندنا مجموعة من البهارات اللي هي بتكون الحلوة والفلفل الأحمر ورشة دارسين، فلفل أسود، كمون، كزبرة، هاي كلها أنواع البهارات اللي بنستخدمها. عندنا ملعقتين طعام نشا بنضيفها إلى الكبة. هني عندي أنا حضرت لكم، طبعا إحنا خلطنا بعض العجينة، نخلط العيش الرز اللي سلقناه مع الماش اللي سلقناه مع النشا مع البهارات كلها، ونحطها في مفرمة اللحم ونعجنها، نخليها تصير عندنا عجينة لينة. إذن أنا عجنت لكم شوية، والحين الباقي أيضا بنعجنه. أول خطوة عجنا العجينة وبنخليها جاهزة عندنا لحد ما نسوي الحشوة اللي بنستخدمها حق نحشي فيها الكبة. هني عندنا نحط شوية من الزيت، مقادير الحشو هاي عندي البصل، إذا هني نحمر البصل يبي له تقريبا دقيقتين إلى ثلاث دقائق لحد ما يتحمر البصل. الحين بعد ما تحمر عندي البصل بضيف له العدس الأخضر، هاي بتكون الحشوة مالتنا من جوا. الحين بضيف البهارات،
عندي شوية من الفلفل الأسود، الكمون، رشة من القرفة، فلفل أحمر بودرة. طبعاً هاي الفلفل على حسب أنتوا إيش قد تبون يكون حار، الحلوة والكزبرة، وبحط الزبيب وحبوب الرمان اللي يشتهي هذه، والملح. طبعا في الكبة أنا حطيت الملح أيضا. هني عندي دبس الرمان عشان يعطينا شوية حموضة حلوة. هذه المقادير كلها اللي حق الحشوة، فقط بزيد لها الكزبرة الخضراء في الأخير بعد ما أسكر الفرن على الحشوة. طبعاً يبي لها فقط دقيقة على أساس تاخذ ريحة البهارات كلها مع بعض. في هاي الأثناء احنا بنجيب كبتنا على أساس أراويكم شلون بنحشي الكبة بالحشو. الحين بناخذ شوية من الكزبرة الخضراء بنرشها على الخليط، وحطينا الزيت علشان يصير حار. بس أنا طبعاً يعني طبعاً مجهزت لكم الجاهز، ولكن براويكم شلون بس إحنا بنكببها، لأن الكبة بعد ما نكببها لازم نخليها بالثلاجة تبرد بعدين نقليها، ما نقليها رأساً تخترب علينا. شوفوا عندي العجينة يابسة شوية، شو أسوي فيها؟ أحط يدي في الماي ببللها، أبللها بالماي لين أكببها، وأخلي الطبقة الخارجية تكون خفيفة جدا. إذن الحين بحط شوية من الخليط اللي سويناه، ونسكر ونعطيها شكل الكبة اللي هي تكون بيضاوية. إذن بيكون بهاي الشكل. هذه هي كبة الماش. وأنا الحين أحط لكم، نقلي لكم الجاهز عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نحرك وايد الكبة عشان ما تنفتح عندنا. وخلاص يعني بس نقلبها على الجهتين، وبعدين إن شاء الله بتشوفونها جاهزة قدامكم. الحين خلصنا من قلي الكبة، وإن شاء الله الحين بنتقل وياكم للطبق الثاني اللي هو المربين، وبتشوفون مقاديره على الشاشة وبتتابعون خطواته معي. ملعقة سمن عدد واحد، ملعقة صلصة محار عدد واحد، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، كيلو روبيان مقشر ونظيف، ملعقتين كاري بودرة، 3 ملاعق من الزيت النباتي، 3 فصوص من الثوم المدقوق، 4 أكواب أرز بسمتي، 1/4 شدة نعناع، 1/4 شدة شبت، 1/4 حبة ليمون مخلل، 1/2 حبة فليفلة خضراء مقطعة، 1/2 شدة كزبرة، فلفل أخضر حار عدد واحد، بصل كبير مفروم عدد 2، قليل من كل من هيل، فلفل أسود، ورق غار، فلفل مجفف، مسمار، وملح. والحين بعد ما شفتوا المكونات على الشاشة ببتدي وياكم خطوة خطوة نسوي المربين. المربين بنحط شوية زيت أو تبون سمن
طبعا ذي شيء راجع لكم، نخليه شوية يصير حار. عندنا هني البصل جاهز، الربيان إيش سويت فيه؟ طبعا قشرناه، شلنا الخيط الأسود اللي بالربيانة، بعدين حطيته بجدر، خليته على النار يطلع الماي اللي فيه، صفيته من الماي، بيعطينا النتيجة هذه. الربيان ما سلكته بس يدوب تطلع الزفارة منه والريحة منه علشان بعدين أستخدمه. الحين بحط البصل أول شيء. إذن الحين بواصل على البصل بعد ما تحمر، شفتوا لونه صار ذهبي، بحط البهارات اللي هي الكاملة، الهيل والقرنفل، فلفل أسود، والقرفة أعواد، علشان تعطينا أيضا نكهة وريحة في مع البصل. بنحط ورق الغار ورقة واحدة، عندنا أيضا الفلفل المجفف الأحمر سواء كان عندكم مدور أو أحمر، وأيضا فلفلة واحدة خضرة بس أقطعها شوية من النص وأحطها أضيفها. الحين بحط الثوم والزنجبيل، هاي الزنجبيل يعني ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة، الثوم والزنجبيل، ونخليه كله أيضا يتحمر مع بعض. الحين بضيف البهارات اللي انتو شفتوها على الشاشة، هاي عندي من الكمون شوية، ملعقة صغيرة كل شيء، فلفل ما بحط فلفل لأن حطيت فلفل بحط بس فلفل أسود، هاي القرفة شوية، هاي فلفل أسود شوية، ما بحط فلفل أحمر لأن حطينا فلفل بيطلع بعدين كثير حار. هذه الكزبرة وهذه الحلوة، وهاي الفلفل الفليفلة الباردة، وعندنا هني بس أحرك شوية بعد مع البهارات. يا سلام ريحة البهارات الصراحة واصل لين سابع جار. إذن الحين عندنا الليمون المرقد اللي هو مثل المخلل، باخذ ليمونة وبقطعها مربعات صغيرة بهاي الشكل، بس نص ليمونة ما بي واحدة كاملة، تعطينا نكهة أيضا مع الربيان. الحين بحط الربيان وبخلط كله مع بعض. تقريبا أنا الحين حطيت مكوناتي كلها ما عدا عندي الليمون الأسود، أعمل فيه بس كذي ثقب وبحطه. بحط صلصة السمك تقريبا ملعقة واحدة، ودبس الرمان أيضا ملعقة واحدة. شوفوا الطبخة شلون بتطلع اليوم. بنحط الملح على حسب ذوقكم في الملح، انتوا ايش كثر تبون ملح. الحين بحط شوية من الشبت، نص صرة شبت، وهذه من الكزبرة، ونعناع نص الكمية، الكمية الباقية بحطها بعدين. إذن الحين حطينا كل شيء، بقى آخر شيء العيش، نضيف العيش عليه. ونحرك كل المقادير مع بعض. هذه المربين بقى آخر شيء اللي هو بضيف له الماي علشان يطبخ معه، يعني بيصير مثل المكبوس تقريبا، يعني ما بشخل العيش كل شيء ويا بعض، نخليه طبعا يبي له تقريبا من 15 إلى 18 دقيقة لين يستوي الرز. Thank you.
الحين نحط كمية الشبت المتبقية والنعناع ونخليه خلاص. احنا حطينا اول شيء علشان ياخذ الريحة مع البصل ومع البهارات، حطينا نص كمية الشبت والنعناع. بعدين عشان احتفظ ايضا بريحته خليته في الاخير احط الكمية المتبقية من الشبت والنعناع. طبعا بخليه الحين لين الماي ينشف، الليمون السوداء بتصير لينة، اعصرها واشيل الليمونة خلاص ما لي حاجة فيها. بعدين بسكر الجدر، بحطه في الفرن على حرارة 120 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة وخلاص. بعدين بعد 10 دقائق بس أحرك الجدر، أخليه بعد 10 دقائق على 80 درجة مئوية وبيصير المربين من أحلى ما يمكن. إذن إحنا هني انتهينا من كبة الماش وانتهينا من المربين. بنوصل لآخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم اللي هي طبق الحلو، بيكون سويس رول، لكن مع هالفاصل وبشوفون المقادير على الشاشة. الكيكة الإسطوانية سويس رول، 6 بيضات، كوب سكر عدد 1، كوب طحين عدد 1، ملعقة صغيرة من الفانيليا. الحشو: 8 ملاعق سكر بودرة، مربى الفراولة أو مربى التوت، كريمة للخفق. والحين وصلنا لآخر فقرة في برنامجنا صفرة رمضان، وبيكون طبق الحلو. طبعاً طبق الحلو اليوم مثل ما قلنا لكم في بداية الحلقة إنه بيكون السويس رول أو الكيكة الإسطوانية. الكيكة الإسطوانية هي مكوناتها نفس الكيكة الإسفنجية. أول خطوة بنخطيها في عشان تنجح عندنا الكيكة الإسفنجية، لأن كثير ناس يقولون إحنا نسوي الكيكة الإسفنجية بس ما تضبط، فتابعوا وياي شلون لازم نخليها تضبط. بنحط 6 البيض، لازم يكون الوعاء ناشف ما في ولا قطرة ماي، لأن لو في نقطة ماي بيخرب علينا العجينة كلها. وبنحط وياه السكر وبنخلط، نخليها تختلط مع بعض تقريبا يبي لها 7 دقائق بالضبط إلى أن نشوف يتضاعف حجمها وبصير عالية وكأنها كريمة ولونها يصير مثل البيج. والحين بنحط ملعقة فانيليا، وعندنا هني الطحين، بس الطحين ما بيحطه بدفعة واحدة، بعد ما حطينا الفانيليا بحط الطحين شوي شوي وعلى سرعة واطية. طبعاً الكيكة الإسفنجية لها أساسيات في نجاحها، الحين بعد بذكرها لكم. يعني شوفوا لو خليتها على سرعة عالية بتنزل كلها تحت. الحين بحط الزيت، خلاص هاي حطيت المكونات كلها. الحين بسبيكم شوية تركزون معاي في عملية الخلط عشان أتأكد أنه ما في طحين تحت. أعملها دائرة ونص، دائرة ونص، إذن بس أتأكد أنه ما في شيء طحين تحت. شوف شلون احتفظت بقوامها، ما خفقت تحت. طبعا من أساسيات الكيكة قبل شوي كنت أقول لكم، خصوصا الكيكة الإسفنجية، إنه لازم يكون البيض برع بحرارة القرفة، الطحين كل حاجة يكون على الأقل ساعة برع في المطبخ. ومثل ما قلت لكم الوعاء اللي بنخفق فيه لازم يكون ناشف ما في أي شيء ماي. ولما نضيف الطحين ما نستعجل على
يعني ما نخلي السرعة تكون قوية، بشوي شوي وإحنا ننزل الطحين بس يكون بعد بسرعة. الحرارة الفرن تكون 180 درجة مئوية، وبنخليها تقريباً 15 دقيقة أو لحد ما نشوف هي بسرعة تستوي الكيكة الإسفنجية، فلا تغفلون عنها. أنا من رأيي يعني دائما في الطبيخ لازم نخلي ساعة، يا ساعة معيار اللي هو في الفرن نفسه يكون فيه ساعة، يا أن نحط لنا ساعة نعير الوقت يكون وايد أحسن. إذا الحين بدخلها بالفرن لمدة 15 دقيقة أو لحد ما أشوف. عندي هني أيضا بسوي لكم من نفس الكيكة كب كيك، واللي يسمونه كيكة الطيبين، كانوا أول في البدائيات لما طلع الكيك ما كان عندنا إلا هذه كيكة الطيبين اللي هي كانت وايد حلوة. إذا من نفس العجينة نقدر نسويها. طبعاً أعزائي المشاهدين، إحنا حطينا الكيكة في الفرن وبتاخذ تقريباً من 15 إلى 17 دقيقة على حسب لما نشوفها إن هي صارت، بس ما نخليها تستوي وايد ولا تتحمر وايد لأن نبيها طرية. طبعاً أنا جهزت لكم كيكة جاهزة، لأن لازم الحين لما بنشتغل فيها لازم تكون باردة، يعني بعد ما نطلعها من الفرن نخليها تبرد لمدة ساعة أو ساعتين وبعدين بنشتغل فيها. إذا أنا الحين عندي هني كيكة جاهزة، كيكة اسفنجية جاهزة، أنا ما علي إلا أشيلها وأشتغل فيها. إذا شوفوا شلون لونها، لازم تحتفظ بلونها الأبيض، ما يكون لونها بني علشان أيضا أقدر أتحكم فيها. بحط فيها، عندي كريمة مخفوقة، الكريمة العادية كريمة الكيك للخفق، نخفقها وبحط فيها الكريمة. طبعا المقدار اللي انا سويته يبغي صينيه تقريبا 32 سنتي الطول في 26 العرض، لان الكميه كبيره. هذه حطيناها، الحين بنحط لها الجام المربى هاي الشكل، إذا حبيتوا شوية من الفراولة نحط فيها. الحين بلفها مع الورق أول شيء لفة صغيرة وبالعدال، ما أكبس عليها بالقوة عشان ما تنكسر عندي الكيكة. الحين بلف الطبقة الثانية الرول، وأنا ألف أحاول أسحب الورق عشان ما يروح داخل. هاي اللفة الثانية لفيناها، الحين بتينا اللفة اللي هي آخر واحدة، خلاص هاي آخر لفة وبلفها كلها وأسكرها. وطبعاً لازم أيضاً أدخلها الثلاجة لمدة ساعة علشان تبرد أو ساعتين، وبعدين بنقطعها وبشوفونها في نهاية الحلقة شلون جاهزة قدامكم.
بعد ما دخلنا السويس رول في الثلاجة أراويكم طريقة كيكة الطيبين شلون نسويها. بنقطعها من الطرف بهاي الشكل، نرفع القطع فوق، نخلي شوية قطع ملزق من جهة واحدة، بحط الكريمة جوا وبحط فوقها شوية جام على حسب كمية الجام اللي انتو تحبونه. الحين أسكرها بهاي الشكل وبحط من فوقها سكر بودرة وكل الكمية بتكون بنفس الطريقة، بس يكون طبعا الكب كيك لازم بارد علشان السكر البودرة يلصق عليه. الحين بشوفون الأطباق كلها اللي سويناها اليوم، بتينا الحين فترة النشاب والروايح الحلوة بتهل علينا، ويلا مع بعض علشان نشوف نهاية أطباقنا شلون كان شكلها. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صفرة رمضان. قدمت لكم اليوم كبة الماش، وقدمت لكم المربية الكويتي مع الدقوس الأحمر ودقوس الصبار الهندي، وأيضا قدمنا لكم السويس رول. إن شاء الله يكون نال إعجابكم وتطبقونا، وأبغيكم تعطوني رأيكم. ومع السلامة، والتقيكم باشر بإذن الله.